كلاسيكو القمة وسط أحلام جماهيرية كبيرة وروح معنوية مرتفعة وبحثا عن حلم حصد أول ألقاب 2024، تقام مساء غدا قمة السحاب لقاء العمالقة كلاسيكو كأس مصر، حينما يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2023. الزمالك يخوض المباراة بصفوف مكتملة تحت قيادة مديره الفني الجديد جوزيه غوميز صاحب الخبرات الواسعة، ومعه تشكيلة قوية في كل المراكز، بداية من محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح في الدفاع، ونبيل دونجا ورؤى ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وعمر جابر وعبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو ومصطفى شلبي وشيكا بالا في الوسط، وناصر منسي وسامسون أكينيولا وسيف الجزيري في الهجوم. وأي 11 لاعبا من هذه المجموعة يلعب مباراة الكلاسيكو غدا بحثا عن حصد الانتصار والتتويج بطلا لكأس مصر وتحقيق أول ألقاب عام 2024. ويعيش الزمالك في الفترة الأخيرة حالة فنية رائعة، وصعد للدور ربع النهائي للكونفدرالية وتصدر مجموعته، وكذلك حقق الفوز على الداخلية وقبلها التعادل مع الإسماعيلي في آخر جولتين له في سباق الدور الممتاز. وبدأت صفقاته الجديدة في الانسجام مع باقي اللاعبين مثل عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ومحمد شحاتة، ويخوض الزمالك المباراة مدعوما بجماهيره بحثا عن حصد انتصار غالي يحسم به أول ألقابه المحلية في عام 2024 تحت قيادة مديره الفني جوزيه غوميز.